اشكون باش يغسل الماعون؟ حكم شاهدين يا نساء كيما كل ليله العشية والماعون في راس عقيله. اشكون باش يغسل الماعون؟ ايا وينكم يا نساء ويا صبية؟ اليوم اختكم عقيله جايه باش نحكيكم على اللي صاروا معايا. رمضان السنة الطقس متقلب شويه، لا جاتنا سخانه صيفيه ولا قعده بارده شتويه. في الصباح الشميسه زرقه والدنيا منسمه، وفي العشيه والليل ساعه ريح وساعه مطر والدنيا مغيمه. واذا الواحد يعمل كيفي وما يستحفظش على روحه يصبح خشمه يجري وعنده سخانه وجيعه في جريجمه وبلحوح. هاكم تشوفوا في اختكم القريب عامل فيا صباح الدايخة وبالصيف نقف على سقية. تي حتى من سي محدين الحقيقة حس بيا. بسم الله عليك يا مريتي الغالية، ترى هي تجبينك ترى. تي هاي سخانة عندك عالية. مريضة يا سي محدين، حتى سخانة قصتها 39. هاكا عنا دواء القريب، خذ حربوشة ولا اثنين. تي مزت كي خذيت قلت خليني نرتاح شوية واتكيت. صحيت، واليوم ارتاح حتى من الطاتيب، تو نشوف كيفاش ومن برا نجيب. ليه وح تو هذا كلامة؟ شقا نفطركم الشارع بعد نهار السيامة؟ ليه تو إن شاء الله نتحسن من هوني للعشية، وانتي روح بكري باش الطيبة معايا وتعاوني شوية. هاي 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 هاتا ونجي بكري ونعاونك وننظم الجو، وانتي إن شاء الله لباس وما عندك سو. يعطيه الصحة سي محدين وتبارك الله عليه، كي خذيه بخاطري بالرغم نعرف اللي تطيب ما يدورش بيه ولا يحب يمس المعون ولا يسمع بيه. تيكي الرجل الكل لا يعاونوا في تحضير الطاولة ولا في اللماء، كل واحد فيهم يسخير روحه سي السيد ولا السلطان سليمان. يعفو كان كي أذن لذين يلزم يلقاو طاولة منصوبة وعليها ماكلة أشكال والوي. وبرا يحرز يديت الحراير والنسوي. ما عليناش الفايدة سي محدين باش يعاوني اليوم. أي خليني نضرب فيها سبيعتي نوم ونحرر قي تحضير العشية ونقو. وهذاك اللي صار، اتكيت شوية حتى البعض نص النهار، ومن بعد كي قمت حسيت بروحي تفرهدت شوية، أما مازلت عندي الفشلة والسخانة مأثرة فيا. وقعدت نستنى في الأربعة متاع العشية وقيت الواحد يبدأ في التحضير ربي عينه. أما سي محدين وينو؟ الو يا سي محدين، يخش بك بديت. سامحني يا عقيلة شديد، صدقني يا مريتي تعدى على راسي نهار عييت عييت. باهي عيخدم على روحك ربي عينك، كمل في عقلك وتون طيب ايه انه انا مستنينك. يعيشك يا مريتي ربي خليك ليا. اي وانتي ابركش شوية. لاباس لاباس، من غير ما تقلق روحك عليا وتعمل ستريس وكمل خدمتك ان شاء الله ربي يكون في العون. تو انا نطيب وانتي من بعد تعاوني في غسيل الماعون. حاضر حاضر يا زوجتي المصون. ميلا يستاهل، ميلا باش تعديله بالسهل. اعطاني كلمة وش بدوية، وانا اللي كان ربي يعلم بيا. هوكي انا نطيب وهو يغسل، كي نتعاونوا شوية. وجي وقت شقان الفطر وتعشينا وتفرهدنا مع الصغيرات وضحكنا وحكينا. اما انا باقي مريضة وخيتكم مسكينة، قريب وسخانة وزيد عليهم جوجمت الكوجينة. وليت قلت الراجل سي محدين. ان شاء الله عشبك العشية وكان بنين. هايل هايل مش بنين، يسلم هاك ليدين. الله غالب مريتك مريضة ولا راني عملتلك حاجة اخرين، وهوكا حتى المعون ما استعملتش برشا قطعتي. الواحد كي يضربها قد قد يولي يحس في روحه رزين. اي هاكا بجيب اللافابو تو تلقى البرودوي اللي نغسل بيه. الواحد يتحرك بالسيف، الشبع فوق اللازم الله يهديه، الواحد ما عادش ينجم يحرك حتى يديه. اي هي ما تنساش تحط قطيرات جافيل في الماء اللي تشلل بيه. لا وزيد النوم هبط عليا اكا هو، حتى هو التعب اثر فيا. اشنية يا شكون هذا اللي يطلب فيا؟ الو اهلا اهلا بسي محمد علي، صحة شريبتك. تي وينك اليوم في الشركة يا غيبتك؟ ها كيفاش؟ لازم توا نجي ونكون معاك. باهي باهي ربع ساعة ونكون بحذاك. اتهنى اتهنى ما نبطاش. معناها باش تخرج وتخليني؟ راك عطيتني كلمة. تي ياك تشوف جاتني خدمة. ايا لله اتو نحاول ما نبطاش ونجي قبل نص الليل. هكا ما تنساش باش تحط قطرات الجافيل في الماء بتاع التجليل. وخرج وخلاني في طاولة العشية والكوجينة نعاني حتى وانا مريضة. يلزمني نعمل كل شي بيدي، لا يرأفوا بحالي ولا يحنوا عليا. الراجل ما صدق الرب يجي التليفون، خرج يجري كأنه اللي كلمه درشكون.
ناري عليك يا عقيلة على سعدك المغبون. وشكون باش يغسل لك الماعون؟ شكون باش يغسل الماعون؟ شكون باش يغسل الماعون؟